اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الساعه من الانتفاضه العربيه الكبرى والتي نفتح فيها اليوم الملف اليمني وتداعياته على الاقليم وطبيعه الدور العربي المطلوب في مواجهه هذا الملف بعيدا فقط عن التعامل مع الحادثه القائمه اليوم فيما يتعلق بتغلغل الحوثيين وسيطرتهم على البلاد. مؤتمر في الرياض انطلق اليوم في العاصمه السعوديه الرياض بحث في اشكال وطبيعه الدور العربي المطلوب هذا المؤتمر جاء تحت عنوان إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية المتحدثون دعوا فيه إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تشمل كل الأطراف السياسية واحترام مخرجات الحوار الوطني واحترام الهدنة الإنسانية وأيضا تحدث في المؤتمر الرئيس اليمني وقال أن المطلوب دور عربي أو أن المطلوب دور عربي ابعد من مساله فقط الاغاثه الانسانيه دور العربي شامل يعيد مره اخرى بناء الدوله اليمنيه ويقطع الطريق على التغلغل الحوثي الذي يستغل بعض المثالب للدخول الى داخل هذه البلدان اعتبر ان اي حلول سياسيه يجب ان تكون مرجعيتها المبادره الخارجيه ومخرجات الحوار الوطني اليمني وتطبيق قرار مجلس الامن رقم 2216 مراقبون رأوا في هذه الخطوة العربية طريقا للتحرك الإيجابي نحو إدارة الملف اليمني لكنهم طالبوا بضرورة وجود رؤية عربية واضحة تتعامل مع هذا الملف أرحب هنا في الاستوديو بالأستاذ شوقي محمد المعارض الأرتيري والباحث الذي سيرافقنا الحديث عن رؤية أوسع لهذا الملف ولكن أبدأ مع الأستاذ أحمد الناشر الباحث والدبلوماسي اليمني اهلا بك استاذ احمد بتقدير لو بدانا اليوم باهم جاء من مخرجات في مؤتمر الرياض او في الكلمات الافتتاحيه في هذا المؤتمر الحقيقه انها كلها تبشر بالخير و و واحساسا و و بال بالمخاطر التي تمر بها البلاد والقضيه الازمه ومعاناه الناس والمحنه التي يواجهها اليمن وفرضت نفسها على الجميع مم. ولكن يجب ان يستفيد الجميع من اشياء معينه مهمه جدا مم. اولا ان يعملوا كفريق واحد لان القضيه امن وطني ومصلحه قوميه لليمن فلا بد ان يعملوا كفريق واحد من اجل انقاذ اليمن بعيدا عن الحزبيه والمصالح لان البلاد تمر بخطر يهدد الجميع ثانيا <applause> <applause> نجيب دراسه المخاطر والاسباب والعوامل التي التي ادت الي هذه الحرب والاحداث وايجاد الحلول الاستراتيجيه لها رابعا ايجاد خطه للقضاء علي السلاح والملف الامني والاستفاده من تجارب والاستشارات للدول الشقيقه في هذا المجال للقضاء على تجاره الاسلحه وعلى الميليشيات وغير ذلك حتى يستطيع اليمن ان يتمكن من اغتنام الفرصه للدخول في مجلس التعاون الخليجي ليقوم حتى يخرج من محنه الخساره التنمويه التي مرت به ولذلك لابد لليمن ان يستفيد ولا يستطيع ان يحقق ما يريد من امال دون معالجه العوامل والمخاطر التي مرت به ودون القضاء على الميليشيات ولا بد من عدم التهاون في قضايا العنف والملكيات التي تهدد امن واستقرار اليمن كيف بتقديرك استاذ احمد يعني يمكن ان تكون الرؤيه العربيه اوسع من مساله فقط مواجهه الازمه القائمه الان او الانقلاب الحوثي لجهه دعم اليمن كدوله قطع الطريق على التدخلات الاقليميه الاخرى التي تعبث بالساحه اليمنيه نعم لابد ان ان نشجع قضيه التنميه وقضيه الاغاثه الانسانيه في اليمن ولا بد كما قلت انه لا بد من طالما الميليشيات موجوده وطالما ظاهره العنف موجوده فان ذلك سيعيق اي برنامج تنموي ولكن اذا اذا تحالفت جميع القوى على على محاربه هذه على هذه القضيه قضايا العنف وقضايا الاسلحه وتقليم اظافر هذه الجماعات المسلحه فان ذلك سيساعد على إيجاد البرنامج المطلوب وهو يجب أن يعد من الآن طبعا برنامج التنمية بالاستفادة من المؤسسات التنموية والبنوك والصناديق التنموية والمؤسسات الإنسانية والعمل م. الإغاثي يتم وفق برنامج وآلية متحدة لا يكون فردي بحيث تتعاون جميع المؤسسات من مجلس التعاون الخليجي إلى الجامعة العربية إلى منظمة التعاون الإسلامي م. الى جميع المؤسسات ان تعمل في تعاون ايضا مع المؤسسات الدوليه ليعملوا م. كفريق واحد من اجل تقديم الاغاثه العاجله للشعب اليمني المتضرر ثم بعد ذلك م. النظر الى عمليه البناء واعاده تشكيل الدوله وإعادة تشكيل الأوضاع في اليمن وهذا يقتضي الآن المختصين وجميع الفئات غير المحاورين، هناك من المختصين الاقتصاديين والتنمويين وغير ذلك أن يبدأوا أيضا عملية مؤتمر آه ليس مؤتمر ولكن حلقات دراسية لإعداد التصورات لهذا الأمر لأنهم هؤلاء هم مختصين ومطلعين على الجوانب المختلفة في الجانب، لأن الساسة ليس لهم خبرة فيما يجري في ال هذه الجوانب. اشكرك استاذ احمد الناشر الباحث والدبلوماسي اليمني على هذا التعقيب اليوم طبعا في الرياض كان هناك مؤتمر افتتح بكلمه للرئيس اليمني اه او تعهد الرجل برؤيه جديده لاداره الملف في اليمن ثم طالب الدول العربيه بالعمل بشكل متكامل وضمن مخطط واضح لايجاد مشروع عربي يقطع الطريق على التدخلات الاقليميه وتحديدا التدخل الايراني عبر الميليشيات الحوثيه وعبر الخلايا الايرانيه النائمه في المنطقه التي تعبث كما جاء في حديث كثير من المتحدثين في هذا المؤتمر بامن واستقرار هذه المنطقه وخاصه في بعض الدول المجاوره لليمن والتي اتخذها او استعملتها الجماعات الحوثيه كطريقا للعبور الى داخل اليمن. حول هذه النقطه هنا اعود ارحب بالاستاذ شوقي محمد المعارض الارتيري مرحبا بك استاذ شوقي. سنتحدث تحديدا عن دور يعني الجوار تحديدا دوله ارتيريا في ما انتهى اليه الوضع في اليمن، لكن بدايه كافق عربي ما جاء اليوم في مؤتمر الرياض هذه النفس الجديد العربي الى اي مدى تعتقد انه مقاربه جديده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التفكير الحالي للعرب يعني بمناقشه قضاياهم ومشاكلهم في المنطقه والجلوس الى طاوله الحوار ومائده الحوار حتى يحل او يجد حلولا جذريه لهذه المشاكل هذا شيء مرحب به وما كان لليمن ان يصل الى ما وصل اليه لو كان هناك حوار جاد وحوار مبني على مصلحه اليمن وشعب اليمن كان يمكن ان لا يصل اليمن الى ما وصل اليه فهذه بادره طيبه ان يكون مؤتمر الرياض لمناقشه هذه القضايا وكل القضايا حتى يحول دون التدخل الخارجي وخاصه من قبل ايران في هذه المنطقه هذا يعتبر خطوه ايجابيه تساعد اليمنيين للجلوس وللخروج بحلول اساسيه وحلول تجعل من اليمن دوله محوريه في المنطقه وان الذي حدث في اليمن ما كان ليحدث لو كان العرب يعطون اهتماما كبيرا لليمن مثلا بضمه الى مجلس التعاون الخليجي قبل سنوات بما يتمثل من في الشعب اليمني من التعداد السكاني ومن الموقع الاستراتيجي المهم كان يمكن ان يستفاد منه في هذه المنطقه الاستراتيجيه وما تحدث كان يعني الاستاذ احمد الناشر تحدث عن ضروره فعلا مقررات تنمويه واقتصاديه ومقاربه شامله لكن في هذا الاقليم اليمن ودول الجوار هل كان العرب فعلا مقصرون؟ لم يقوموا بما يجب ان يقوموا به قبل ان تنشا وتترعرع مثل هذه الخلايا الحوثيه؟ عندما تعاملوا في كثير تعاملوا مع شخصيات مثل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ها؟ الذي كان هو الرجل الاقوى والمهم في هذه في دوله اليمن فعندما تعاملوا معه واستطاع ان يخضع اليمن لمصلحته ولشؤون منطقه محدده في اليمن او قبيلته والجيش وكما نرى الحرس الجمهوري وغيره كل هذه يعني انه اصبحت في تحت سيطره هذا الرئيس ولذلك راينا حتى الجيش أش اصبح تابعا لعلي عبد الله صالح، م. يعني الجيش الحرس الجمهوري، الجيش من 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 اهله من من منطقته من سنحان من غيره، لذلك يجب العرب او العقليه العربيه يجب ان تتعامل مع الشعوب، أه؟ ومع الذين يؤثرون في المنطقة الدولة مثلا في اليمن، لا ان يتعاملوا كشخص، الشخص سينهب الاموال وينهب ثروات البلد ثم بعد ذلك ينقلب عليهم كما انقلب علي عبد الله صالح في الاونه الاخيره. طيب بدأ ان فتحت ان الشخص سينقلب والشخص يعني ينهب الاموال ثم ينقلب مره اخرى وتحذر من هذا السيناريو، اليوم دعنا نذهب نمضي الى هذا المحور مباشره الى ما يتعلق بكثير من التقارير التي تحدثت عن دور للرئيس الارتيري السياسة افورقي تحديدا في الازمه اليمنيه. ماذا ما حقيقه هذا الدور؟ كثير من التقارير تحدثت، كثير من المقابلات ركزت على هذا الدور، كيف يمكن ان تصف هذا الدور؟ الدور الذي قامت قام به النظام في اريتريا وبالتحديد الرئيس اسياس افورقي كان دورا اولا يعني حتى نعطي خلفيه م. ان يعني خلفيه بسيطه جدا عن اريتريا والثوره الاريتريه. الثورة الإريترية انتصرت بمؤازرة والدعم العربي انتصرت على الامبراطور هيلا سلاسي وكذلك انتصرت على النظام الماركسي بقياده منجستو هيلا مريم انتصرت عليه ولكن عندما جاء الرئيس السياس افورقي او رئيس النظام في سده الحكم انقلب تماما على العرب واول ما اتجه اتجه الى اسرائيل م. وزارها وعاد العرب وعاد ثقافه العربيه واللغه العربيه واعتبر وادخل الاسرائيليين في المنطقه ثم بعدهم الايرانيين وكان له هذا الدور الكبير في مساله اليمن حتى يجد يلعب في هذه تناقضات المنطقه التي كما نرى يعني جلب الايرانيين في المنطقه ومدهم بالسلاح للحوثيين عن طريق اريتريا اذا الذي يجب ان اركز عليه انا في هذه العجاله هو ان الان الدور الذي قام به علي عبد الله صالح في اليمن كان دورا لمده تقريبا 30 سنه مخادعا وتم اكتشافه مؤخرا انه كان يبني لمصلحته ومصلحه اسرته إذا قارنا هذا الرجل بالرجل الذي يريد العرب أن يتعاملوا معه وهو إسياس أفورقي. هذا أخطر وأشد مكرا وخداعا من علي عبد الله صالح لماذا يعني لماذا لأنه أولا هو عنده توجه معادي للعرب توجه معادي للثقافة العربية الإسلامية في المنطقة معروف ارتباطه بالإسرائيليين في في المنطقة ولذلك أن العرب أو الدول العربية حتى لا تقع في خطأ آخر خطأ جسيم سيكلفها كثيرا طيب سنأتي على يعني طبيعة الدور تحديدا في موضوع التدريب والتسليح لكن قلت أول الأمر أن هذا الرجل أساسا فرقي مرتبط بإسرائيل ثم قلت أنه فتح الباب لدخول الإيرانيين كيف يمكن أن يمسك بإيران وإسرائيل في مكان يعني يتعامل مع الطرفين في نفس اللحظة نعم أنا أختصر لك الأمر هو الآن من قبل كان يجمع بين الإسرائيليين والإيرانيين والآن جمع بين معهم العرب يعني الثلاثي المتناقض الذي لا يتجمعه جامعة الآن يرتبط في إريتريا لأن هذا ي يعني يعكس مدى يعني الشخصيه التي يعبر عنها سياس افورقي. يعني من كل يريد ان يستفيد. يعني مم. اذا وهذا ما حدث يعني حتى نكون عندنا خلفيه تاريخيه أن هذا النظام عندما جاء في أه في اريتريا كان متحالفا مع النظام الحاكم في اثيوبيا. مم. واستفاد من اثيوبيا من اقتصادها من ثرواتها حتى عندما اكتشف الاثيوبيون انه ينهب ثرواتهم دخلوا معه في اشكاليه مم. ودخل اريتريا واثيوبيا في حرب مدمره في مساله بادمي وراح ضحيتها ما يقارب ال وخمسين الف شخص مم. فهو لا يهمه انه يموت عشرات الالاف من الاريتريين اذا هو يجمع بين الاسرائيليين والايرانيين والعرب كيف يعني ايوه يعني آه هذا يستفيد من الجميع يستفيد من الجميع ويستغل آه. الجميع طيب بس وما حدث؟ البعض قال يعني عفوا أن استاذ شوقي البعض يعرف تاريخ يعني رئيس الارتيري لكن قال انه ان العرب نجحوا في استتابته وذهب الى الرياض وانضم الى السرب العربي، لماذا ننبش في الماضي والرجل اليوم قد تاب وعاد الى الصف العربي على الاقل نظريا كما نرى هذا الكلام اذا كان العرب او الدول العربيه او التحالف العربي نجح في الان يعني ابعاده عن الحلف الايراني مؤقتا لان حتى الايرانيين لا يستطيعوا ان يدخلوا في البحر الاحمر او خليج عدن او كذا لانه كل الاجواء الان مراقبه لذلك هو الان حينحني لهذه العاصفه وعليه سيستفيد من العرب لان الدعم الايراني سوف لن ياتي سيستفيد من العرب لكنه سينقلب عليهم في يوم من الأيام وهذا ما حدث مع إثيوبيا حدث مع اليمن حدث مع السودان كان السودان أول من تعامل مع النظام في إريتريا و و و و وساعد في 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 بعد استقلال اريتريا ولكن انقلب على السودان وسلم السفاره السودانيه للمعارضه السودانيه أه. ونوى بان يسقط نظام الانقاذ في الخرطوم لانه نظام اسلامي متطرف انقلب عليه، ثم بعد سنوات عاد وصالحهم، اذا لا شيء عنده ثابت، اليوم سيقف مع العرب مع الدول العربيه لانهم لان مصلحته تقتدي ذلك هو معزول اقليميا ودوليا بالاتحاد الافريقي نعم ما كيف يعني طبيعه العلاقه بينه وبين العرب يعني الرجل أيضا ذهب ذهب الى السعوديه ثم اختفى يعني لم لم يظهر ما حقيقه الذي اتفق عليه مع عاصفه الحزم ومع الرياض فيما يتعلق باداره ازمه اليمن بخصوص زيارته زيارته للسعوديه يعني الان اكون معك صريح ان الشعب الاريتري لا يعرف عن هذه الزياره التي قام بها في 28 من ابريل لا يعرف لم تعرض على الاعلام الحكومي المرئي والمقروء وفي الشبكه العنكبوتيه لم يذكر اي شيء عن ان رئيس هذه الدوله زار السعوديه وعاصمه أو العاصمه الرياض وقابل الملك سلمان اذا الشعب الاريتري الان مغيب تماما غير الذي تناقلته وسائل الاعلام العربيه. يعني ان التحالف العربي الان يتعامل مع شخص حتى عندما ظهر في زيارته للرياض في لم يظهر معه لا وزير ولا شخص اخر غير شخصه الوحيد بمعنى ان يعني هذا الشخص يمثل الكل في الكل في هذه الدوله، لو سقط لو حدث له اي شيء بمعنى انه اي اتفاق يبرم معه انهار تماما، مم. لذلك نحن ماذا نقول للدول العربيه وللتحالف العربي وللشعوب العربيه مم. انهم لا يتعاملوا مع يعني شخص شخص بهذه مم. الصوره وخاصه ان هذا الرئيس الان الشعب الاريتري بسواده الاعظم يعارضه تماما. اذا الاستراتيجيه العربيه يجب ان تقوم على التعامل مع الشعوب ي ي ي الذي يعارض النظام الحاكم وليس التعامل مع شخص، طيب. يجب ان تكون نظره استراتيجيه. ما طبيعه آه يعني طبيعه الدور لم تشر لها استاذ شوقي فيما يتعلق بتدريب الحوثيين، دعم الحوثيين، خطوره هذا الدور آه ما طبيعته وما خطورته وكيف ادار العلاقه مع الايرانيين خلال الفتره الماضيه؟ نعم بعد زيارته ل لايران في عام 2009 مم. تدفقت هذه الاسلحه من ايران الى اريتريا باعتبار حليف حليف مع ايران الى الاسلحه الى اريتريا ومن اريتريا الى الحوثيين في اليمن يعني الان مخزون الاسلحه الموجود في للحوثيين كان هذا يتراكم فترات سنوات طويله ولكن العرب لم يعني يلقوا بالا لهذا الامر لذلك الدور الإريتري كان دور محوري في مساله نقل السلاح وفي مساله تدريب الحوثيين لذلك يعني حتى يعني عندما استفاق العرب وجدوا هذا الكم الهائل وجدوا ان هنالك جارا اسمه اريتريا فلذلك بداوا الان يلتفتوا اليه ويذهبوا اليه ويدعونه الى توقيع اتفاقيات امنيه وعسكريه توقع اتفاقيات مع مين؟ مع يعني هذا هذه الأسلحة يعني قصدك كانت تخزن في إرتيريا من أجل أن يتم نقلها إلى نعم إلى إرتيريا نقل نقل منها نقل وكانت سفن يعني تأتي إلى الشواطئ الإريترية وتنقل هذه الأسلحة بقوارب صغيرة. هذا معروف وتم من من 2009 وحتى في وقت قريب. لذلك هذا يعني لا يمكن للسياسة أن يقول أنه يدعم الحوثيين أو يدربهم أو أو ينقل شحنات الأسلحة إلى الإيرانيين لا يمكن هو نحن عندنا مثلا في إريتريا الآن إريتريا مختطفة بالنسبة لنا مختطفة من قبل هذا النظام ومن قبل هذا الرئيس عندنا عشرات الآلاف من السجناء الحكومة أو النظام لا يعترف بوجودهم عندنا الآن يعني بلد بدون دستور، بدون قانون، بدون يعني اي يعني ما ما لأن العرب كيف سيتعاملوا مع بلد لا يوجد فيها دستور ولا قانون؟ هم سيتعاملوا مع العنوان، العنوان في ارتيريا هو هذا الرجل السياسه فورقي. آه نعم هذا العنوان الموجود هو السياسه فورقي يستطيع العرب أن يقلبوا الموازين. في هذا البلد لأن كما ذكرت لك أن السواد الأعظم من الشعب الأريتري ضد هذا النظام. لذلك على العرب إذا أرادوا أن يقرأوا المشهد الأريتري قراءة صحيحة يجب أن يتعاملوا مع الشعب الأريتري ويتعاملوا من أجل تغيير هذا النظام حتى تأمن يأمن أولا الشعب الأريتري وتعود له يعود له وطنه وأرضه وكذلك للمنطقة التي عمل هذا النظام في زعزعتها بدءا من اليمن والسودان واثيوبيا وجيبوتي والان زعزعه امن ال ال اليمن وعليه يجب ان يكون التفكير تفكيرا استراتيجيا لا ان يكون تفكيرا امنيا فقط ان يكفيه ان يكفيه شره شر. طيب دعنا في الجزء الثاني نتحدث عن هذا التفكير الاستراتيجي وهل فعلا كما اليمن يهدد امن الخليج هل ودورها في اليمن تهدد ايضا امن الخليج ام لا؟ فاصل إذا مشاهدي الكرام بعده نواصل التقليب في هذا المشهد، تفضلوا بعده بالبقاء معنا. في أمر أولي الأمر. حق ضائع. قضايا لا تكشف. ومصائر في مهب الريح. حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات قبل الاحتلال الأمريكي 2003 كنا نعيش مع السنة كأخوان نتزوج ونسهر ونجلس ونسافر ونعيش كأخوة وإذا نذكر سنة وشيعة كمزاح مثلا نذكرها والله أنا كثير من أصدقائي لا أعرف أنهم سنة أو شيعة يعني لهذه الصداع ولا اسال ولا احب ان اسال لان هذه المساله يعني ليست مساله مهمه حقيقه هذه يعني تكونت بعد الاحتلال هذه ثقافه غريبه على العراق هذه ثقافة حقيقة لو تسأل أهل بغداد الحقيقيين والعوائل نحن في الكاظمية عوائل آل شبار عوائل الخالصي عوائل الحيدري عوائل آل ياسين عشرات العوائل العوائل الأصيلة أصلا تجدها مختلطة مع السنة ومتزوجة مع السنة وعندهم ثقافة محبة الكاتب العراقي نبيل الحيدري في الحلقه الاولى من برنامج مراجعات تاتيكم في الاوقات التاليه حينما يغدو تكميم الافواه سياسه ثابته وحينما توضع الحواجز امام الاراء تفتح الحوار للمشاهدين بابا للتعبير عن ارائهم بحريه تامه الراي الحر فضاء حد السماء ياتيكم في الاوقات التاليه اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد ما زلنا نتحدث في هذا المشهد عن المقاربه العربيه الجديده في التعامل مع الملف اليمني بعيدا فقط عن حل ازمه الحوثيين او التعامل والمقاربه الامنيه وصولا الى رؤيه عربيه واضحه حول اداره هذا الملف وفهم الجوانب الاخرى التي اثرت في انتهاء الوضع في اليمن الى ما انتهى اليه ارحب هنا في الاستوديو انضم الي الدكتور محمد جميح الكاتب والباحث اليمني وايضا ارحب مره اخرى بالاستاذ شوقي محمد المعارض الارتيري. اذا دكتور جميح وما وان انضميت الينا في الجزء الاول تتحدث عن مقاربة العربية يعني ما القصور الذي كان في اليمن وفي الجوار أدى إلى تدهور الوضع إلى هذه المرحلة طبعا أنا في تصوري أن السياسة العربية كانت تنتظر الى ان الى ان تاتي النار اليها، وهذا قصور في في التعامل مع الاحداث يعني ينبغي ان تنظر للبعيد. اذا اتيت النار يعني تقترب منك فتواجه النار قبل الحدود، لكن كان النظام العربي لنقل الذي انتهى وربما انتهى ان شاء الله بعد ان وجد العرب في يعني عاصفه الحزم وما تلاها نوعا من ال 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 الوقوف. يعني ال الناس النظام العربي القديم كان يجد ايادي ايران على سبيل المثال في لبنان تصنع حزب الله وكانت الاموال العربيه تذهب الى لبنان وتبني الفنادق والشاليهات وأماكن الترفيه من اجل الترفيه على العرب عندما يذهبون الى هناك ايران بنت حزب الله والعرب بنوا شاليهات في لبنان وكل جنى ما حصد حصد عفوا ما ما زرع اليمن شيء ذاته يعني من عام 1982 كان هناك تنظيم الشباب اسسه اسسه والد المتحدث الرسمي للحوثيين اليوم محمد عبد السلام من 82 والناس ينظرون ويتهاونون الى ان جاء 2004 وجاءت الحروب وجاء حسين الحوثي وحول التنظيم الى تنظيم الشباب المؤمن ثم بعد ذلك تحول اسمه الى انصار الله الاسم الموجود الان ولم يكن العرب يستشعرون خطوره النفوذ الايراني الى ان اصبحت النار في الدار الآن طبعا لا يمكن أبدا السكوت لأن النار في الدار كما يقال والسكين م. على الحلق لا بد من التصرف حصل التصرف جاء متأخرا جدا جاء متأخرا بعقود وليس بسنوات بعقود ولذلك نحن الآن فاتورتنا غالية ندفعها لأننا تأخرنا لو أننا بادرنا بالعمل ذاته من قبل لكانت الفاتورة أقل كلفة ولذلك أنا أذكر مقولة للكواكبي يقولها في, في, في إطار آخر في إطار المستبدين أن 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 كلفة كلفة السكوت عن الحاكم المستبد تكون اكبر حال تغييره عندما يغير، يعني كلما سكت عن الحاكم المستبد فترة أطول كلما كان كل فترة فترة أغلى الفاتورة أغلى بالطبع أو تتركه تتركه أفضل يعني؟ لا لا هو في الأخير المستبد مستبد يعني ذهابه أفضل من بقائه يعني مم. يعني هناك أصحاب نظريات ليس ليس بالإمكان أبدع مما كان يعني لا يعني دائما بالامكان ابدع مما كان وبالامكان الافضل لكن الامم المستلبه هي ترى ان يومها افضل من غدها وان ماضيها افضل من يومها وهذه النظره الماضويه الرجعيه انجاز التعبير لكن نحن اليوم في اليمن على سبيل المثال الحوثيون سيطروا على كل شيء طبعا وهم العنوان الابرز والسيطره هي للرئيس السابق على عبد الله صالح السيطره الفعليه لان الجيش الحرس الجمهوري الامن المركزي هما اللذان يتحركان في كل مدينه دخلها الحوثيون وهم الذين يسر لهم السلاح والمال والدعم اللوجستي والافراد وما الى ذلك والتدريب وكل شيء لكن اليافطه حوثيه بالطبع الان حصلت الحرب جاءت عاصفه الحزم لا شك انها دمرت الكثير من المخزون الاستراتيجي للحوثيين وللجيش اليمني الذي استولى عليه الحوثيون طبعا نحن نعلم ما حصل، لا نريد ان ندمر الجيش، لا نريد ان تدمر الاسلحه لان هذه اسلحه يعني كان اكثر من نصف ميزانيه اليمنيين تذهب للجيش اليمني وبالتالي هذه الاموال اهدرت وذهبت، لكن ما هو الحل بعد ان سيطرت عصابه مسلحه وميليشيا انقلابيه قاتلت الجيش نفسه فتره من الزمن واليوم تقاتل بالجيش نفسه الذي قاتلته وافتخرت بانها قتلت الالاف من ابنائها. بس هل هذا الحل استاذ جميح يعني قبل كنت اتحدث مع الاستاذ شوقي عن ان ايران عندما اتت تعاملت مع كل الاقليم يعني كانت تدعم في ارتيريا، توجد خلايا تلعب في لبنان كما اشرت تلعب في كل مكان. هل المقاربه العربيه اليوم كما جاء في مؤتمر الرياض لديها قدره على ان تلعب بمثل هذه الطريقه؟ هو لابد. لا لابد ليس لدى العرب خيار غير مواجهه ايران ولا اقصد بالمواجهه ممكن تكون مواجهه غير عسكريه. مباشرة مع إيران الآن الذي يجري في اليمن هو مباشر هو مواجهة عسكرية طبعا غير مباشرة الذي يجري في سوريا الذي يجري في العراق حتى ما هو في لبنان الآن لدينا مشروعان مشروع إيراني ومشروع عربي نجح الإيرانيون في الفترة الماضية بأن يسوقوا الخلاف أو الصراع بأنهم صراع إيراني إسرائيلي وسوقوا لنا ذلك وقبل كثير من العرب هذه الأطروحة الكاذبة الفاجرة بالطبع الصراع ليس عربيا يعني. ليس إيرانيا إسرائيليا الصراع عربي وإسلامي إسرائيلي لكن إيران غطت على عداواتها العرب الحقيقية العرب بعداوتها الظاهرة لإيران لإسرائيل ولأمريكا ولذلك أنت تجد الكذب الإيراني لو كانت عداوة إيران للإسرائيليين رأينا آثارها في إسرائيل لكن نرى آثار العمل الإجرامي الإيراني في مجتمعاتنا تفتيتا وتمزيقا وانهيارات على مستوى المجتمع طيب المقاربه العربيه لا شك انها الى حد الان لا ترقى الى مستوى المقاربات الايرانيه، وايران فسيفساء من الداخل، يمكن ان نتعامل معها بالطريقه ذاتها التي تعاملت معنا، يعني ايران لديها العرب، لديها البلوش، لديها الاكراد، لديها الاذربيجانيين الاتراك، وفيها الفرس طبعا اللي هم العنصر الرئيسي المتحكم في مقدرات البلد. يمكن اللعب بهذه المتناقضات، ولديها ايضا سنه وشيعه كما لدينا سنه وشيعه لانهم الان يضربون العرب السنه بالعرب الشيعه بعيدا عن عن الإيرانيين. بالشان الداخلي ويعبثون بالشان الداخلي، لكن بالمجمل على العرب اذا ما ارادوا ان يبعدوا الخطر الايراني عليهم ان نتعاملوا بحزم لان م. ايران لديها مشروع والماده المنصوص عليها في الدستور الايراني هو تصدير الثوره الاسلاميه فعش. التي طيب. لا تعني اكثر من تصدير الفتن الطائفيه. طيب استاذ أه شوقي اعود اليك كنت تقول انه ايضا يعني العرب حاولوا تحييد لديكم السيد سياسه فورقي ونجحوا في ذلك، هل هم قادرين على ان يعني اكثر من التحييد ان يلعبوا دورا ايجابيا في ارتريا تقصي هذا الدور الإيراني؟ آه ب... إقصاء الدور الإيراني يعني تقريبا هو يتم عن طريق كما ذكر الدكتور بالتعامل بالمثل التعامل بالمثل الآن إذا كانت الحكومة الإريترية تدخلت في الشؤون الدول المجاورة بما فيها اليمن على الشعوب أو الدول العربية أن تساعد الشعب الإريتري الذي ينتفض الذي يريد أن يغير هذا النظام أن تعامله هذا هو الحل الاستراتيجي حل طويل المدى يعني هذا حل طويل المدى وحل مش ما حيطول لأن أصلا النظام يفقد الآن كل كياناته التي كانت حتى الدبلوماسيين بالأمس القريب انشق عنه السكرتير الاول للدبلوماسيه الاريتريه في الاتحاد الافريقي في اديس ابابا لانه راى ان هذا النظام فشل تماما يعني وافشل مشروع استقلال اريتريا اذا الدول العربيه عندما تفكر كيف وصل اليمن الى هذا الامر علي ان تنظر الى أن تنظر وواحد من هذه الحلول يجب ان تكون لاريتريا ليس التعامل ان التعامل والله ما تتعاون مع ايران ما تسمح لهم برسو السفن او بنقل ليس هذا هو الحل الحل هناك الشعب يعني اهمله يعني دول المنطقه والدول العربيه بالتحديد طويلاً. آه لذلك نحن نريد الحاله هو في اليمن اليمنيين يقولون العرب اهملوا اليمن طويلا تركوهم لم ينضموا دول المجلس التعاون أود... لكن دكتور اود ان اسالك دكتور جميح ما سر هذه العلاقه الطويله الاستراتيجيه بين السيد سياس افورقي في ارتيريا وعلي عبد الله صالح حتى ان علي عبد الله صالح كان اول بلد يود الذهاب اليه هو ارتيريا طبعا هناك كان هناك علاقه شخصيه متينه بين الرئيسين السابق صالح والحالي الاريتري السياسي افورقي لا تنسى ان السياسي افورقي مكث في اليمن سنوات طويله مم. اثناء فتره المقاومه الاريتريه ضد الاثيوبيين حتى تحقق الاستقلال الاريتريين لكن طبعا حصل هناك نوع من الانقطاع في العلاقات او ساءت العلاقات عندما دخلت اريتريا الى جزر حنيش لو يمنية. تذكر اليمنيه في البحر الاحمر مم. حنيش الكبرى وحنيش الصغرى آه و بعد ذلك انتهت المساله في التحكيم الدولي وحكمت المحكمه الدوليه بان الجزر اليمنيه وانسحب الاريتريون انتهى الموضوع لكن هناك علاقه طبعا شخصيه كانت تربط الرئيسين لا ادري عن مستواها الحالي كيف مم. كيف يعني هل هل الآن ايران هي التي وحدت هذين الطرفين او هذين الزعيمين كانت مفتاح السر او الكلمه ايران طبعا ايران لها علاقه وطيده مع مع اريتريا مع نظام الاريتري وانت تعرف ان السفن الايرانيه كانت تاتي الى جزر اريتريا وتفرغ اسلحتها ثم في قوارب صيد صغيره تشحن مم. الى اليمن الى الى سواحل البحر الاحمر اليمنيه ثم الى صعده الى الحوثيين هذا شيء معروف علي عبد الله صالح الان عن طريق الحوثيين وتحالفه معهم يعتبر حليف مباشر او غير مباشر للايرانيين وبالتالي مجموعه حلفاء ايران يعني ايران لابد انها تنسق فيما بينهم لكن يعني زياره الرئيس الاريتري للمملكه العربيه السعوديه الاخيره هذه م. انا اعتقد انه ينبغي ان ان يعمل على ان تؤخذ اريتريا بكاملها من من احضان النموذج الايراني من احضان على حتى لا تشكل يعني بؤره بؤره امنيه بالنسبه للمنطقه العربيه <applause> أعرف أن السياسي أفورقي رجل متقلب وهناك كثير من المزايا تشبه أو تجمع بينه وبين رئيس صالح متقلب مراوغ رجل مثلا على سبيل المثال مكث في اليمن سنوات طويلة وكان يمنيون يحتضنون كثير من فصائل المقاومة الأريترية وخاصة السياسي نفسه كان موجود في منطقة تعز وفي صنعاء عاش فترة طويلة ومع ذلك أول ما خرج احتل الجزر اليمنية أول ما حصل الاستقلال وبالتالي هو شخص لا يمكن الـ 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 الوثوق به بشكل كبير لكن على الدول الخليجية والمملكه العربيه السعوديه تحديدا ان تعمل على اساس تحييد ادوار حلفاء ايران في المنطقه سواء كان سياسي او فورقي او كان حلفاء في بغداد او ميليشيات م. العراق او طيب. ما الى ذلك وحتى الرئيس السابق علي عبد الله الصالح طيب دعني هنا اعود اذا نجحت المملكه العربيه السعوديه استاذ شوقي في تحييد دور السياس وبدا ذلك واضحا من زيارته للرياض اذا هل يعني الان تم كف شر هذا الدور تماما فيما يتعلق في اليمن انا في اعتقادي مؤقتا نعم لكن م. للمستوى البعيد لا لان هذا الرجل لا يوثق به ابدا حتى الذين كانوا معه من الوزراء الذين كانوا في م. الجبهه الشعبيه التي كان يراسها الان في السجون وزراء يعني اعداد من الفين وواحد كيف يمكن ان يوثق برجل يعني لم يستطع ان يوفي لاصدقائه ولمن كانوا معه في النضال كيف يمكن ان 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 يوفي للعرب وان يوفي بالتزاماته نحوهم انا متاكد انه سينقلب طال الوقت ام قصر, أم قصر. لانهم طيب. كالمستشير من الرمضاء بالنار طيب دكتور جبح يعني ما سر هذا النجاح الايراني في في اليمن في ارتيريا في هذه المنطقه يعني كيف استطاع فعلا الايرانيين بناء كل هذه التحالفات الصلبة والقوية والتي مهدت لمشروعهم شيء بسيط الرؤية والآلية لديهم رؤية استراتيجية ولديهم آلية لتنفيذ هذه الرؤية العرب ليس لديهم الرؤية وليس لديهم الآلية يعني إيران منذ ثورة الخميني في 79 وهي وضعت لنفسها آلية رؤية أولا رؤية واستراتيجية من ضمن هذه الاستراتيجية الإيرانية أن خلال فترة محددة من السنوات خمسون عاما تكون إيران قد توسعت بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وأصبحت لاعبا إقليميا كبيرا ولاعبا دوليا كبيرا أيضا وهم يمشون على هذا الأساس وضعوها في الدستور الإيراني ورسموا الآلية شوف إيران في 82 دخلت في حرب مع العراق دون الخوض في من بدأ الحرب لكن استمرت الحرب سنوات هزمت فيها إيران يعني وتجرع الخميني كما هو معروف كالسم كما كما قال طبعا ليس الهزيمه ان العراق دخل ايران او قضى عليها لكن الهزيمه انها لم تحقق طموحها بالانتشار وهزيمه العراق واسقاط صدام في حينه لكن عندما وجدت ايران بان المواجهه المباشره مع العرب والحرب المباشره مع العرب غير مجديه بدات تعيد استراتيجيتها وتعيد رسم الياتها وتكتيكاتها بممارسه نوع من الحرب القذرة الحرب التي لا يمكن مواجهتها بشكل تقليدي ففرخت داخل البلدان العربية جماعات موالية لإيران أنشأت حزب الله في لبنان وعلى ذلك أنصار الله في اليمن ولاحظ أنصار الله حزب الله تسمية متشابهة ثأر الله في العراق بقية الله في العراق في حزب الله في العراق كمان وحزب الله في العراق وحزب الله أيضا في إيران وحزب الله في باكستان بدأت تنشئ هذه الجماعات الطائفية داخل النسيج الجسد العربي الإسلامي والان الذين يحاربون ليس الايرانيين بشكل عام الذي يحارب هم العرب يحاربون العرب والعربي السني الشيعي يحارب العربي السني يعني في اليمن في لبنان في العراق في بيرو في دمشق او في سوريا هذه الاستراتيجيه نجحت الى حد كبير ايران من ضمن النقاط التي التي نجحت فيها انها استطاعت ان تغطي على عدائها للعرب وللمسلمين بشكل عام بعدائها لاسرائيل ودائما الامم التي تريد ان تنهض لابد ان تبني لها عدوا ولو وهميا ولو وهميا لان ميزه وجود عدو خارجي حتى ولو كان وهميا انه يجمع عناصر نسيج الداخلي وراء القياده ولذلك ابتكرت ايران عداوه اسرائيل لتجمع نسيجها من داخل وايضا لتغطي بها على عداوتها مع العرب انت لو نظرت الى التاريخ الايراني لوجدت لو ان الايرانيين لم يخوضوا حربا واحده منذ ان دخلت ايران الاسلام الى حد الان لم يخوضوا حربا واحده ضد غير المسلمين حروبهم <applause> كلها بدون استثناء بدون استثناء والتاريخ شاهد <applause> كانت مع المسلمين كانت ضد المسلمين وبالتالي لا يمكن ان نتصور ان ايران يمكن ان تكون حتى على التاريخ لا قلنا عندما دخلت في الاسلام عندما دخلت ايران في الاسلام من بعد دخولها الاسلام الى حد الان مع لم المسلمين. تخض ايران لم تتوسع مم. ايران الا حتى في جبهتها الاسلاميه يعني كانت حروبها كلها مسلطه على المسلمين مم. لانه بعد ذلك اصبحت ايران جزء من النسيج الاسلامي ودخل وذهب المسلمون لما مم. هو ابعد من ايران الى حدود الصين فكانت كل حروب الايرانيين ضد الاتراك وضد العرب وضد الاذربيجانيين وغيرهم والأفغان والهنود كلها الامبراطوريه الايرانيه حتى الاسلاميه منها كانت حروبها ضد مم. المسلمين تاريخيه فارقه طيب نعم. استاذ شوقي اعود اليك هل بقي يعني من قدم يمكن ان يضعها العرب في يعني كنت اتحدث على اليمن الان بدا مشاريع تنمويه كما قيل اليوم في مؤتمر لكن لديكم في ارتيريا ايضا هل هناك قدم يمكن للعرب ان يضعوها ان هناك مساحه يمكن ان يدخلوا منها؟ آه هذه المساحه التي يمكن ان يدخل منها العرب ستطيل من عمر النظام آه. والنظام اصلا يشتكي منه الشعب الإريتري الشعب الإريتري يخرج من إريتريا بعشرات الالاف الشباب يخرجون ويفضلون الموت في البحار وفي الصحراء. إذا تدفق المال العربي إلى النظام في إريتريا إطالت معاناة الشعب الإريتري تماما. م -م يعني هذا المال العربي الذي سيتدفق الى اريتريا سيطيل من عمر النظام الذي ياس منه الشعب الاريتريا. هل يمكن ان يتدفق الى الشعب وليس الى النظام؟ يعني هل هذه الطريقه يجب ان تكون نعم تستطيع ايران استطاعت ان تدعم كل من يحالفها دون ان يعلم بها احد حتى قام يستطيع العرب لو ارادوا ان يساعدوا الشعب الاريتري عندهم الياتهم عندهم وسائلهم عندهم يعني الكثير يستطيع ان عندنا الكثير من ال... وليس الحل العسكري ليس ف. الحل العسكري الحل العسكري يستطيع أن يقوم به الشعب الإريتري بنفسه لو وجد دعما قويا من هذه الدول طيب. أما أي مساعدة تذهب اليوم إلى النظام في إريتريا يعني معاناة الشعب الإريتري تماما طيب دكتور جميح أنا نأخذ هذه المقاربة يعني قلت الإيرانيين استعملوا مشروعا طويلا اليوم الحل العسكري حتى العربي عاصفة الحزم ثمت من يرى أنها فشلت في الحزم على الأرض فيما لو انتهج العرب كما جاء اليوم في مؤتمر الرياض نهجا تنمويا اقتصاديا هل هذا يمكن ان يكون افضل ان يكون اقدر على حل المساله انا اريد ان اقول بالنسبه لليمن يعني الاخطاء هو ليس من الضروري ان نظل نبكي على ما فات ونبكي على نبكي على اللبن المسكوك كما يقال جاء العرب جاؤوا متاخرين لكن افضل من ان لا ياتوا بس جاءوا بالسلاح لم ياتوا بالسلاح نعم بالحلول آه التنمويه وال ما اريد ما أريد صحيح. أن أقول أن الـ الـ لو أن يعني جزء قليل مما صرف من إمكانات عسكرية الآن في عاصفة الحزم صرف تنمويًا على اليمن لما دخلت إيران. صحيح. ولما تمكنت إيران من إنشاء جماعة قوية لها في البلد. ولما تمكن الحوثيون أنفسهم بعد أن نشأوا من شراء الولاءات داخل المشيخات القبلية والمؤسسة العسكرية والحزاب السياسية والسلطة الحاكمة ذاتها. وتمددوا بهذا الشكل لو كان المال العربي موجود لكن للاسف الشديد الذي حصل انه بعد جاء ان جاءت المبادره الخليجيه وهي مبادره خليجيه خليجيه عربيه ظن العرب انهم انجزوا التغيير واليمنيون اليمنيون اتفقوا وهذه مبادره فاداروا ظهورهم ذهبوا الى العراق اهتموا بالشان السوري اهتموا بالشان المصري ولهم طب ربما يعني طبعا إن إن هناك من يقدر ان الشان السوري اهم على سبيل المثال لكن لماذا تهمل خاصة المملكة العربية السعودية، لماذا تترك يعني جوارك الجنوبي؟ ترك ثلاث سنوات واليمنيون اخطاوا ايضا لانهم تعلقوا بالجانب الدولي اكثر من تعلقهم بالجانب العربي، ذهب بن عمر هل هناك وقت يعني الان لاعاده دخول الآن العرب من اي بوابه كانت؟ شوف الآن بالطبع أولا عاصفة الحزم لم تفشل في تصوري، يعني هي ضربت الخطوط الإمداد، ضربت المخزون الاستراتيجي، لك أن تتصور إذا كان الحوثيون فعلوا كل هذه الأفاعيل بالمدنيين في اليمن مع تحالفهم مع قوات صالح. كيف يمكن أن نتصور أن يفعلوا لو ظلت هذه الأسلحة الخطيرة التي دمرت لو ظلت في أيديهم؟ هذا على على أساس نأخذ نظرة عن ونقيس، لكن بالنسبة للجانب المادي نعم يمكن العرب أن يلعبوا دور كبير الآن في ظل وجود الانقلاب الحاصل في البلد المتحالف مع النظام السابق الأولوية طبعا لإزاحة الانقلاب ولإعادة الشرعية للبلد وبعد ذلك هناك تصوري هذا هو الذي تعمل عليه عمل عليه مؤتمر الرياض والذي يمكن أن ينطلق لو كان هناك مؤتمر آخر في جنيف <applause> يكون يعني هناك حل سياسي ثم بعد ذلك تاتي المساعدات، الان بالنسبه للجانب الانساني او بالنسبه للمساعدات الماديه تذهب الجانب الانساني وليس الجانب التنموي، لانه لا يمكن ان تفكر في التنميه في ظروف الحرب، لكن الجانب الملح حاليا هو اغاثه الناس، الطعام، الماء، الشراب، الوقود وما الى ذلك، واظن انهم في هذا الجانب يعني وقد أنشأ مركز الملك سلمان للاغاثه انشئ في الرياض قبل يومين. كي بدايه يعني كي يكون بدايه طيب شوقي يعني تحدثت أنت في الجزء الأول عن موضوع الأسلحة وتحدث أيضا دكتور الأسلحة كانت تؤتى من أو تأتي من أرتيريا إلى اليمن، هل توقفت تماما الآن بعد تغير الذي جرى واستقدام رئيس أرتيريا إلى الرياض؟ طبعا لا يمكن أن يتم الآن في الوقت الحاضر نتيجة للوضع الحرب الموجود يعني، لكن هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، سنرى كيف سيتصرف في خلال الفترات القادمه وكيف ستحل قضيه اليمن أه؟ ولكن في نفس الوقت ان المشاريع التي جاء من اجلها هذا النظام الحاكم في اريتريا ستستمر ما دام يعني يخطط ويعمل على تناقضات المنطقه لذلك سينتهز اي فرصه هو أي خ... هو اكثر احتياجا للايرانيين ام اكثر احتياجا للعرب يعني هو اكثر احتياجا ل لمن يدفع, لتط... أكثر. لمن يدفع ولت... و... وللظرف الذي سيطيل من عمر نظامه الان يرى ان عمر النظام يمكن ان يطول بالدعم العربي الذي سياتي اليه مم. آ... كان اموال او طاقه او بترول او كذا سي... س... سيستفيد من العرب كما استفاد منهم رئيس السابق طيب. علي عبد الله صالح طيب جيت دكتور يعني في هذه الدقائق الاخيره هل هذا المال الذي لو جاء الى الناس في ارتيريا لو جاء الى الناس في اليمن هل ما زال قادر على الفعل يعني وهل هناك حلفاء للعرب في اليمن على ارض الواقع يعني إحنا نسمع كل الناس حوثيين اليوم في اليمن على الارض هل ما زال هناك من يستطيع ان يغير فيما لو جاء هذا الدعم الاقتصادي التنموي المالي العربي لا الوضع معقد يعني شوف السعوديه بالذات والعرب يعني والسعوديه اكثر دوله عربيه اعطت الاموال في اليمن هذا شيء لا يختلف عليه اثنان في اليمن اطلاقا يعني سواء خصم للسعوديه او صديق للسعوديه كانت تعطي كما يعني كانت تعطي للقبائل وتشتري الولاءات ثم هؤلاء انقلبوا هذا, يعني. هذا ما اريد ان اقول اريد ان اقول ان المال السعودي كان يذهب الى اليمن بدون رؤيه يعني تتفق سعادية. انه عندما تعطي لاشخاص تنتهي الى نتيجه غير محسوبه بدون رؤيه لو ان الاموال هذه صرفت برؤيه بمشروع سواء كان مشروع يخدم العلاقات بين البلدين يخدم تطوير الاداء الاقتصادي اليمني لربما اثمر لكن كان المال السعودي يذهب بدون رؤيه وبدون استراتيجيه كانت تعطي لبعض المشايخ لبعض الشخصيات الحزبيه او الاجتماعيه او القبليه او او حتى شخص الرئيس علي عبد الله صالح كان ياخذ اموال طائله منهم لكن لم يكن هناك رؤيه واضحه استراتيجيه حتى لخدمه السعوديه لخدمه المملكه العربيه السعوديه. م. يعني انا الافضل لما اكون صاحب مال عندما اعطي المال يفترض ان اقول خذ هذا المال للشيخ الفلاني او المسؤول الفلاني لكن اريد منك واحد اثنين ثلاثه. هذا لم يكن موجودا انما كان م. على اساس كسب ولاءات لليوم الذي يراد منهم ان يتحركوا فيه، عندما جاء اليوم الذي اريد من هذه الولاء المشيخات القبليه ان تتحرك لم تتحرك. لماذا؟ لأن الذي يأخذ المال لا يمكن أن يضحي بدمه لا يمكن وهذا هو غياب وهذا ما أقصده بغياب الرؤية من وراء المال لأن الرؤية عندما تكون أن تبني رجال بالمال أن تبني رجال تعد لكن عندما تعطي المال بدون رؤية أن تشتري نفوس وهذه النفوس لا تنفع يعني اشتريتها بالمال يأتي من يدفع أكثر وتبيعه وتذهب مع من دفع أكثر وهكذا لكن مال برؤية يعني رجال يعني يصرف هذا المال على مصارف حقيقية مصارف كسب ولاءات حقيقية ولاءات على أسس على مبدأ مم. طيب واستعملت إيران بعد الفكري أو المذهب أو بالضبط ولذلك إيران شوف إيران لم تصرف شيء إيران لم تعطي اليمنيين لا بنت مدرسة لا شقت طريق لا أنشأت منشأة مدنية لا سعرت في نفط لا ولا شيء لم لم تعطي محروقات لم تعطي شيئا إيران لكنها تعطي بالقطارة لناس مخصوصين لهم ولاء وارتباط مصيري مه. مذهبي مع ايران او او لنقل لانهم زيود زيديه يعني تشيع يعني سياسي مه. مع ايران مه. وهذا اللي حصل اذا المال العربي يمكن ان يحدث تغيير ولا في تصوري شو بالنسبه لليمن لا يمكن ابدا حتى لو حكم الحوثيون لا يمكن لليمن ان ينفصل عن علاقاته مع المملكه العربيه السعوديه ولا يمكن له ان يكون في حاله عداء مستمر ودائم لانه ما ايام ايام زمان عندما كان الائمه يحكمون وهم الاسلاف الحوثيين قبل 1962 كانت علاقات ممتازه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتوكليه اليمنيه زمان لماذا ال اليمن والسعوديه او ال ال يعني ال السعوديه طبعا بالنسبه لليمن لل لا يمكن ان يشكل تهديدا استراتيجيا للسعوديه كدوله التهديد الاستراتيجي للسعوديه من اليمن الان لانه لم يعد دوله م. لانه خشف. جماعه مم. وجماعة عنصرية طائفية ولاؤها لإيران لكن مم. عندما تكون هناك دولة منتظمة لا يمكن لهذه الدولة أن تكون في أعدام مع المال السعودي لأنها تحتاج المال السعودي تحتاج صحيح. المساعدات بالتأكيد وعمق الرئيس طيب أستاذ شوقي هل ما زلت يعني مؤتمر الرياض يعني أخيرا وهذه المقررات وهذه الصحوة هل تبشر بتغير في المقاربة التي كنت تنتقدها؟ نعم هذه في هناك نقطة مهمة أن التعامل, التعامل العقلية العربية مم. يجب أن يكون مع عدالة القضية لا يمكن الفصل بين الشرعيات يعني تكون مع شرعيه هنا وتكون ضد شرعيه في مكان اخر مم. يجب ان تك... مثلا الان نحن في اريتريا ان شرعيه الوضع في اريتريا هو للشعب الاريتري وليس للاشخاص. اذا اردت ان م. تدعم اريتريا يجب ان ان تدعم شرعيه الشعب الاريتري الذي يقاوم و ويريد ان يغير وكذلك م. تكون هذه الشرعيه في كل مكان، م. اما ان تجزئ العداله، ان تجزئ فيه فيه. الشرعيه هنا وهناك فهذا هو الخلل الاستراتيجي في المنطقه. وهل في دقيقه يا دكتور جميح ترى املا في هذه الروح العربيه الجديده اللي تدق او انطلقت مؤتمر الرياض او في هذا اداره العمل في اليمن؟ يعني انا ارى انها ستاخذ مداها يعني ان شاء الله يعني نحن لا ينبغي ان نكون الى هذا الدرجه من الاحباط. آه هذه الروح بدات تضخ في الشرايين العربيه واعتقد انها ستستمر لكن المحك في اليمن الان. المحك الرئيسي لنجاح هذا النظام العربي الجديد الذي بدا يتشكل في اليمن. اذا ما نجحت في اليمن لا شك انها ستنجح وربما انها بدات تؤتي بعض النجاح ايضا حتى في سوريا. وتعرف اليمن وسوريا شمال الجزيرة وجنوب الجزيرة يعني ملفات مترابطة م. بشكل كبير خاصة وأن إيران رابط مشترك والوجود العربي الصراع العربي الإيراني أيضا داخل في كل الملفين في إيران وفي م. سوريا وبالتالي في تصوري أن اليمن كخاصرة جنوبية الجزيرة العربية إذا ما نجح فيها في هذا التغير الجديد في المملكة العربية السعودية وفي منظومة النظام العربي بشكل عام فإن المنظومة نفسها ستنجح في سوريا وستنجح في مناطق أخرى في البلاد العربية أشكرك جزيلا دكتور محمد جميح كاتب والباحث اليمني وأيضا أشكرك الأستاذ شوقي محمد معارض الأرتيري على مرافقتنا وفي في هذا النقاش حول المشروع العربي الجديد شكرا لكم أشكر لكم مشاهدي الكرام هذه الحلقه انتهت اترككم في امان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدعون ورياديون من غزة. نقدم لعملائنا في مختلف أنحاء العالم مجموعة من الخدمات المتكاملة بوقت قياسي وجودة منافسة. خدماتنا الهندسية، تصميم المباني، الديكور الداخلي، خدماتنا الإدارية واللوجستية، دراسات الجدوى، خطط تطوير الأعمال، والتحليل الإحصائي، الترجمة بلغات متعددة. خدماتنا التقنية، تصميم وتطوير مواقع الإنترنت، تطبيقات الاجهزه الذكيه كالايفون والايباد وتطبيقات الاندرويد تطوير البرمجيات الاداريه والماليه تنفيذ الحملات الاعلانيه والفيديوهات للحصول على العرض المميز والخطه الامثل مرحبا بكم في دوكسون للخدمات التعليميه من اكاديميه اس اس كي البريطانيه يسرنا ان نقدم خدماتنا المتنوعه والتي تبدا بتدريس اللغات الاجنبيه مثل الانجليزيه والفرنسيه والصينيه كما يقوم شركاؤنا من المدارس المعتمدة بتدريس دورات تحضيرية لامتحانات الآيلتس والتوفل خدمة التصحيح اللغوي هي خدمة أخرى تقدمها للطلاب لتصحيح البحوث والأوراق العلمية يمكن الاعتماد على دوكسون للتسجيل في جامعات معتمدة في جميع المجالات العلمية هدفنا هو مشاركة الطلاب لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني tv.dokson.net اللاجئون الاريتريون في اليمن يستغيثون فهل من مجيب اليوم هم في امس الحاجه لوقفتكم معهم يعيشون تحت الحصار بلا ماوى بلا طعام بلا دواء ولا مامن لهم ولا مفر لهم الا الله اخي الكريم اختي الكريمه اظهر من نفسك العزه والكرامه فلا تخذلهم احمد الله على نعمه الامن والامان بأن تقف اليوم مع إخوانك المشردين، خمسون دولارا فقط تكفي لأسرة كاملة لمدة شهر كامل، فلا تبخل عليهم. 2011 النظام كان،, كان ضعيف الناس كلها كانت عارفه انه بيكذب كان الناس عندها تقبل لفكره ان ان النظام ده لازم يمشي الثوره ما تمتش عشان احنا اتصرفنا غلط فكرنا ان القشره اللي احنا شلناها دي ثوره احنا شلنا قشره وقلنا مبارك اتنحى عايزين نحاكم مبارك بس ازاي نحاكم مبارك بنفس قانونه ما ركزتش ان انا لازم اغير القانون اللي انا هحاكم بيه مبارك حاجات كتير قوي ما تشالتش زي ما هي بالعكس قوتها دلوقتي بعد اربع سنين زادت الميدان وانت داخل من عند عبد المنعم رياض هتقابلك اول مستشفى ميداني في عمر مكر في الصينيه في الخيم وعلى حسب بقى مكان الاشتباكات فين مرة هيبقى في الأصل عيني وما راح يبقى في محمد محمود من ناحية المتحف المصري قلب الميدان هو بيحتف علينا قنابل غاز أنت بتردها له أو بتردها له طوب إحنا عشان نصد قنابل